المحل السادس فالكون المحل معاه كمان الهرم بول ابو حراق بول الدوامات بول الفرح كله ابو حطو المحل السادس بول الكلام 500 جنيه على فانوس يا خالد خلي بالك برضه الاستاذ خالد غريب بيقول عم خالد غريب بيقول صباح الخير خالد غريب بول الحاج حسام سعد الله والريس وليد غريب شركة السابع بول السبعة تسعة سبعة تسعة طب وارجع تاني واقول لك ما تاكلش مال الناس ولا مال الناس كلها ما تاكلش مال الناس مال الناس كلها ما تاكلش مال اليتيم حرام عليك يا غشير ما تاكلش مال اليتيم حرام عليك يا غشير وارجع تاني واقول لك ما تاكلش مال كفر حنين بركة السمع الحاج حسام سعد الله تحية الحاج سعد كمان وعلي شريدي عبد الحليم الرجولة عبد الحليم سلام واحمد سلام تحية جميلة لكل حاضر في الاخر تحية جميلة الله علينا.